بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 123. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في كتاب الوصايا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد حديث عنها: باب الموصى له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموصى له هو من أوصي له بالمال، من أوصي له بالمال أو من جعلت له الوصية، لأن الوصية لها أركان، منها الصيغة وقد سبقت، ومنها الموصى له، ومنها الموصى إليه، ومنها الموصي، ومنها الموصى به. أركانها إذن خمسة: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والمال الموصى به، والمال والموصى له، والموصي، والموصى إليه. وكل هذه الأمور لها اعتبارات ولها شروط لا بد من معرفتها. وقد انتهى من الركنين الأولين: الصيغة و الموصى به، أو يأتي بيان الموصى به. نعم. إنما الركن الأول وهو الصيغة وأحكامها وما يتعلق بها. نعم. ثم انتقل إلى الركن الثاني وهو باب الموصى له، وهو الموصى له، وهو الشخص الذي جعلت له الوصية، أو الشخص المتبرع له، على الأصح الشخص المتبرع له بعد الموت، هذا هو الموصى له، الشخص المتبرع له بعد الموت، هذا هو الموصى له. نعم. قال: تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه. تصح الوصية لمن يصح تملكه، لمن يصح تملكه، لأنها تمليك، والتمليك إنما يكون لمن يصح تملكه. فمن صح تملكه صحت له الوصية، ومن لا يصح تملكه لم تصح له الوصية كما يأتي. فهذا شرط من شروط صحة الوصية، أن يكون الموصى له ممن يصح تملكه، ومنهم عبده لو أوصى لعبده. عبده، العبد المملوك، ملكه لسيده، فما ملكه يكون ملكا لسيده. فلو أوصى له أجنبي صحت الوصية وتكون للسيد. وأما إذا كان الموصي هو السيد نفسه وأوصى لعبده، فإن كان أوصى له بشيء معين فإن هذا لا يصح، وإن كان أوصى له بشيء مشاع فإن هذا يصح، ويدخل فيه نفسه لأجل أن يدخل هو في الوصية، تدخل رقبته في الوصية فيعتق، يترتب على هذا أنه يعتق. فإذا أوصى له بشيء مشاع دخل هو في الموصى به، فيسري إلى بقيته فيعتق بذلك. نعم. أما إذا أوصى له بشيء معين كهذا الكتاب أو هذه الدار أو هذه السيارة فهذا لا يصح، لأن العبد لا يملك، وإن ملك فملكه لسيده. نعم. قال: تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه.
ويعتق ولعبده بمشاع كثلثه، فلا غوص لعبده بالثلث أو بشيء من الثلث، أو جعله شريكا للموصى لهم في الثلث، صحت الوصية لأجل أن يدخل هو فيها رقبته فيملك بعض نفسه، فإذا ملك بعض نفسه فإن ذلك يسري على بقيته فيعتق، وإن لم تمكن السراية فإنه يعتق منه بقدر الوصية فقط ويصبح مبعضا. ولا شك أن المبعض أحسن حالا من الرقيق الخالص. نعم نعم. قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره، يعتق منه بقدر نصيبه من الوصية ويصبح مبعضا، وإن كان العبد يخرج من الثلث كله فإنه يعتق، وهذا هو المطلوب. نعم. ويأخذ الفاضل. وإن فضل فإنه يأخذ ما فضل. إذن العبد إذا أوصى له بمشاع فلا يخرج من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج كله من الثلث، فحينئذ يعتق. نعم. الحالة يعني ولا يزيد عن قيمته، لا يزيد الثلث عن قيمة العبد فيعتق بذلك. الحالة الثانية أن تكون قيمته أكثر من الثلث، فإنه يعتق منه بقدر الوصية ويصبح مبعضا. نعم. الحالة الثالثة أن يعتق من الثلث ويبقى في الثلث بقية، فإن الباقي يكون له يعتق ويأخذ الباقي تنفيذا للوصية. نعم. وبمئة أو بمعين لا تصح له. أما إذا أوصاله بمئة بمقدار معين محدد من المال، كمئة أو مئة ألف أو ألف أو ما أشبه ذلك، إن هذا لا يصح، لأن هذا تمليك والعبد لا يملك. نعم. هو المثال الوحيد لمن لا يصح تملكه هو العبد يا شيخ؟ منهم. مثال آخر يبياتي، مثل لو أوصى لملك أو لقبر أو قال وتصح بحمل. تصح الوصية بالحمل، كان يقول أوصيت بحمل هذه الأمة بعد موتي في سبيل البر، أو يقول أوصيت بحمل هذه الدابة لأنه يكون أضحية لي بعد موتي أو ما أشبه ذلك، لأن الحمل موجود حين الوصية. نعم. ولحمل، قال وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. أي نعم. ويصح تصح الوصية للحمل، تصح الوصية للحمل، كان يقول أوصيت بثلث مالي لحمل هذه المرأة، والمرأة حامل بالفعل عند حال الوصية، المرأة حامل بالفعل حال الوصية، فإذا تحققنا أن الحمل موجود قبل صدور الوصية صحت، وأما إذا كان وجود الحمل إنما حصل بعد الوصية فلا تصح، لأنه أوصى لمعدوم. نعم. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ. إذا أوصى من لا حج عليه بأن يكون أدى حجة الإسلام، أما حجة الإسلام هذه لا تحتاج إلى وصية، هذه واجبة عليه بأصل الشرع فينفذ من ماله، لأنها دين لله عز وجل، لكن هو قد حج حجة الإسلام وأوصى بأن يحج عنه من ثلثه أو أن يصرف ثلثه في حج عنه، ففي هذه الحالة يصرف هذا الثلث أو هذا المال المعين بالحج حتى ينفد، وحج عنه أول سنة وثاني سنة ما دام أن مال الوصية باقيا فيحج عنه ولو تكرر الحج، لأن هذا داخل في الوصية. نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت. هذا احتراز لما سبق بأنه يشترط في الموصى إليها أن يكون ممن يصح تملكه، يخرج الذي لا يصح تملكه، كما لو أوصى لملك من الملائكة كجبريل مثلا أو غيره من الملائكة عليهم السلام، هذه وصية غير صحيحة، أن الملائكة ليسوا مثل الآدميين ولا يملكون مثل ما يملك الآدمي الأموال. نعم. أو بهيمة أو ميت، أو أوصى لبهيمة، البهيمة أيضا لا تملك،
فلا يصح تصح الوصية لها. نعم. وميت أو أوصى لميت قال هذا المال وصية على فلان الميت، فإن الميت لا يملك. نعم، كما سبق في الوقف أنه لو وقف على ميت لا يصح هذا. نعم. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. إذا كان يعلم موت الميت حين الوصية، وصى لحي وميت يعلم موته، فكل الوصية تكون للحي، لأنه يعلم أن الشق الثاني غير صحيح، فتكون الوصية كلها للحي. أما إذا كان لا يعلم فإن الحي يكون له نصيبه من الوصية والباقي يهدر. نعم. وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. إذا أوصى بماله كله لابنيه اللذين لا يرثه غيرهما، وأجنبي يعني غير وارث معهما، نعم، فإن قبل الوصية صحت ويكون للأجنبي ثلث الثلث، لأن المال أصبح إذن أثلاثا، ثلث وصية وثلثان ميراث، وثلثان ميراث. الثلث الذي هو الوصية يقسم بين ثلاثة، بين ابنيه وبين الأجنبي، فيكون لكل واحد منهما ثلث الثلث. نعم. فإن رد، أي الابنان رد الوصية ولم يقبلاها، لم يصح من الوصية إلا ثلث الثلث وهو نصيب الأجنبي، وثلث الثلث يكون تسعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الموصى به. لما انتهى من أحكام الموصى له انتقل إلى أحكام الموصى به، وهو المال الذي يتبرع به بعد الموت. نعم. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. تقدم في كتاب البيع أنه لا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه كالآبق، العبد الآبق، والطير في الهواء، والجمل الشارد. وأما هنا فتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، لأن الوصية تصح بالمعدوم، فالوصية بالموجود الذي لا يقدر على تسليمه تكون أولى، ولأنها أجريت مجرى الميراث، وما يعجز عن تسليمه يورث، فيجوز أن يوصى به أيضا. نعم. قال: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. أي تصح الوصية بالشيء المعدوم حال الوصية الذي يرجى وجوده، ومثاله ما لو أوصى بما يحمل حيوانه، لأن المعدوم يجوز ملكه بدين السلم والمضاربة والمساقات، فجاز ملكه بالوصية سواء كانت الوصية به دائما أو مدة معينة كسنة أو سنتين. نعم. قال: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. نعم، إذا حصل من هذا المعدوم شيئا صحت الوصية، لأنه أمكن تنفيذها، وإذا لم يحصل منه شيء فإنها تبطل الوصية، لأنها لم تصادف محلا، كما لو أوصى بثلثه ولم يخلف شيئا فإنها تبطل الوصية لفوات محلها. نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه. تصح الوصية بما لا يصح تملكه وهو الكلب، لكن يجوز الانتفاع به، فتصح الوصية بما يجوز الانتفاع به، وهذا ما يسمى بالمختص أو الاختصاص، ككلب الصيد وكلب الماشية، حراسة الماشية وحراسة الزرع، فهذا الكلب يجوز الانتفاع به، فإذا أوصى بنفعه بعد موته لآخر صحت الوصية بنفعه. نعم. وبزيت متنجس. وتجوز الوصية بزيت متنجس، يعني أصابته نجاسة أو دهن متنجس وقعت فيه نجاسة، لأنه يصح الانتفاع به في المسجد، في غير المسجد يصح الانتفاع بالاستصباح به. نعم.
بوضعه في السراج ويستصبح به، لكن يكون في غير المساجد، فيصح الإيصاء به لأنه يمكن الانتفاع به. نعم. وله ثلثهما. وللموصى له ثلثهما، أي ثلث الكلب الذي يجوز الانتفاع به، وثلث الدين والدهن المتنجس. نعم. ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. نعم، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة الوصية، لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به، يعني مثل الكلب هذا ليس من جنس المال، ومثل الزيت المتنجس هذا ليس من جنس المال. نعم. قال: وتصح بمجهول كعبد وشاه. نعم، تصح الوصية بالمجهول كعبد وشات، يعني غير معين، عبد من العبيد أو شاه من الشياه غير معينين، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى، ولأن الوصية تشبه الإرث والمجهول يصح إرثه، فتصح الوصية به. نعم. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. وإذا صحت الوصية بالمجهول فماذا نعطيه الشيء مجهول؟ قال: يعطى أقل ما يقع عليه الاسم العرفي، أي يعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم الذي يعرفه الناس، الذي يعرفه الناس. فإن حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي أعطي ما يقع عليه الاسم اللغوي. مثاله الشات، في اللغة اسم للذكر والأنثى من الظأن والمعز، وفي عرف الناس هو اسم للأنثى الكبيرة من الظأن، فيقدم الاسم العرفي على اللغوي لأنه المتعارف عليه عند الناس. نعم. قال: وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، لأن العبرة كما سبق بحالة الموت، الوصية بماله حالة الموت، فإذا أوصى ثم استحدث مالا بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية، لأن العبرة بما مات عليه، فما اكتسبه بعد صدور الوصية ولو دية، يعني لو جني عليه خطأ أو عمدا وأخذت الدية، فإن الدية تدخل في التركة وتنفذ فيها الوصية، لأنها من جملة ماله، لأنها بدل عن نفسه. نعم. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. إذا أوصي للإنسان بمعين كشاة أو عبد أو غير ذلك من الأموال المعينة فتلف هذا الشيء، بطلت الوصية لفوات محلها. نعم. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له. نعم، إذا أوصى لإنسان بمعين، أوصى لإنسان بمعين كالفرس أو العبد أو الثوب مثلا، فأتلف مال الميت كله ولم يبقى إلا هذا الموصى به، فإنه يكون للموصى له، يعني يكون للموصى له، ويكون التلف على أصحاب الإرث. نعم. إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، إذا كان هذا المعين من الثلث فأقل، إذا كان هذا المال من الثلث فأقل، فإنه يكون للموصى له ولو لم يبقى له غيره، لو لم يبقى من المال غيره. أما إذا كان الموصى أكثر من الثلث فليس له من هذا الموصى به المعين إلا مقدار الثلث، والباقي يكون للورثة إلا إن أجازوه له. نعم. لكن لو كانت الوصية تستهلك المال كله ويبقى تقدم ويبقى الورثة بلا شيء. لا، هذا إذا تلف المال كله ما بقي إلا هذا الموصى به المعين. طيب. نظرنا، فإن كان هذا الموصى به الثلث فأقل فهو للموصى له وليس للورثة شيء. نعم. وإن كان هذا الموصى به المعين أكثر من الثلث فإنه يأخذ منه مقدار الثلث وما زاد فهو للورثة. حسنا.
إلا إذا أجازوه للمصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. نعم، مما يتبع المصابة الوصية بالأنصباء والأجزاء. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. نعم، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين كالزوجة، أو أوصى بمثل نصيب الابن، فإن الوصية تصح إذا كان هذا النصيب أقل من الثلث، الثلث فأقل، ويكون يكون هذا النصيب للمصابه مضموما إلى أنصباء الورثة. نعم. كيف يعني مضموما إلى أنصباء الورثة؟ نعم، يكون كأنه وارث معه، كأنه وارث معهم. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، هذا التمثيل. نعم. نعم. قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، وعرفنا أنه يصير ينضم إلى الورثة كأنه واحد منهم، فكأنه مات عن ثلاثة أبناء، ابنان وارثان وموصى له بمثل نصيب أحدهما، فيكون ماله من ثلاثة، للابنين لكل واحد واحد فرضا، وللموصى له الباقي أيضا، الثلث الباقي أيضا بالوصية. نعم. وإن كانوا ثلاثة فله الربع. وإذا كانوا ثلاثة فإنه يضم نصيبه إلى أنصباء الورثة، فتكون المسألة من أربعة. نعم. تكون المسألة من أربعة، لأولاده الثلاثة أنصباءهم، وللوصي الربع، فتكون المسألة من أربعة، ثلاثة بالإرث وواحد بالوصية. نعم. وإن كان معهم بنت فله التسعان. إذا كان معهم بنت، يعني ثلاثة أبناء وبنت، فإن المسألة تكون من سبعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يضاف إليه مثل حظ ذكر سهمان مع سبعة، تكون المسألة من تسعة، فله اثنان من تسعة مثل نصيب الذكر من أولاده. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل مال أقلهم نصيبا. إذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، وورثته متفاوتون، منهم من له نصيب كثير ومنهم من له نصيب قليل، فينزل على القليل، فيكون له مثل مال أقلهم لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه. نعم. هذا الدليل على ذلك أنه المتيقن. أي نعم. نعم. فمع ابن وبنت ربع. هذا التمثيل. نعم. فمع ابن وبنت ربع. نعم، لأنه يكون مثل نصيب البنت لأنها أقل من الابن، تكون مسألتهم مسألة الأولاد من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يضاف إليها مثل نصيب البنت فتكون من أربعة. نعم. ومع زوجة وابن تسع. ومع زوجة وابن تسع، لأن مسألتهم تكون من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للابن، ويعطى المصالة مثل نصيب الزوجة يزاد على ثمانية، فتكون من تسعة، ويكون هذا مثل العول في مسائل الفرائض. نعم. وبسهم من ماله فله سدس. إذا أوصى له بسهم ولم يعين هذا السهم فله السدس، لأن هذا ما يطلق عليه السهم في اللغة، يطلق السهم في اللغة على السدس. نعم. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. إذا أوصى له بشيء أو جزء أو حظ ولم يبين، فإن الوارث يعطيه ما شاء مما يصدق عليه اسم الشيء أو الجزء أو الحظ مما يتمول. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.